تخيل كده في يوم انك صحيت الصبح بدري علشان كان عندك حاجات متاخره في الشغل وكان لازم تخلص، وفي اليوم ده انت فضلت في الشغل من الساعه 6 الصبح لما للساعه 4 العصر، وكان اليوم زحمه وفي ضغط عصبي لاقصى درجه ممكنه، لدرجه انك كنت مجهد جدا وعاوز اليوم يخلص في اسرع وقت ممكن، بس للاسف الوقت كان بيمر ببطء شديد جدا، لغايه ما جه وقت الانصراف وانت كنت خلاص فصلت، جسمك مكسر وعقلك فاصل وعينك بتغمض لوحدها ومش قادر تركز في اي حاجه، ومفيش في دماغك غير حاجه واحده بس، عايز انام والله، عايز انام، عايز انام تعبان. رجعت البيت مش شايف حد، مش سامع حد، مش قادر تركز في اي حاجه، انت في دماغك هدف واحد بس عاوز تحققه وحاطط عينك على الهدف ده وهو السرير بتاعك، لدرجه ان مراتك عرضت عليك انها تجيب لك الغداء، وعلى الرغم من انك جعان الا انك قلت لها لا، لانك مش قادر تتغلب على احساس النوم اللي كان عندك وكل اللي نفسك فيه انك تنام. فبصت لها كده بنظره مليانه حزن والم على المكرونه البشاميل اللي هي عاملاها ومحشي ورق العنب اللي هي عاملاه، وقلت لها انا هروح انام، انا هروح انام وخلاص. وفعلا ده اللي حصل، دخلت اخدت دش وطلعت على السرير على طول، ويا عيني حاطط في دماغك انك اول ما تحط دماغك على السرير هتنام، ولكن اول ما حطيت دماغك على السرير عقلك الباطن قال لك احنا هننام. ايه ده؟ في ايه؟ تتقلب يمين شمال فوق تحت، تشيل المخده تحط المخده، تفتح التكييف تقفل التكييف، مخك عمال يجيب لك افكار من كل حته وعينيك مش عاوزه تقفل، لدرجه انك نسيت اصلا انت كنت بتنام ازاي قبل كده. دماغك عماله تسترجع ذكريات اليوم من اول ما صحيت الصبح لغايه ما روحت، وانت اصلا بتفكر تنسى اليوم ده، ولكن دماغك عمال تجيب لك كل تفصيله فيه لدرجه الحاجات اللي انت ما كنتش مهتم بيها اصلا. لا، وكمان بيجيب لك المشاكل اللي واجهتك على مدار اليوم وبيقعد يحل لك فيها. يا ابني انا مش عاوز احلها، انا عاوز انام. لا، ومش بس كده كمان، ده بيسفرك كمان عبر الزمن، مره يرجعك الماضي ومره يجيبك للمستقبل، وعمال يلففك حوالين نفسك لدرجه انه عمال يفكرك بصاحبك اللي شتمك وانتوا عندكوا 3 سنين وانت ما عرفتش ترد عليه. لا، وبيخليك كمان ترد عليه. لا، ويرجع يوديك المستقبل ويخليك تتخيل بقى حاجات غريبه، زي ان انت في يوم من الايام هيكون معاك فلوس وممكن تعيش في مدينه من المدن اللي بيعملوا عنها اعلانات في رمضان دي، وتجيب صاحبك بقى اللي شتمك وانتوا عندكوا 3 سنين وترد عليه بقى وتعرفه انه كان غلطان وانه ما كانش عارف قيمتك كويس. الدماغ دي دماغ مجرم بصحيح. بعدين تفوق كده وتقول الله، وانا ما نمتش ليه؟ ده انا كنت جاي من الشغل هموت وانام، بقى لي نص ساعه عمال افكر في حاجات غريبه انا اصلا مش مهتم بيها. فتلاقي نفسك اتسحلت كده سحله غريبه ملهاش لازمه، فتقوم باصص لمخك كده وتقول له بقول لك ايه، بقول لك ايه، اقتل بالله عليك سيبني بقى انام علشان انا مصدع وعاوز انام لان انا عندي شغل بكره. فهو يرد عليك ويقول لك والله انا حاسس ان لسه بدري، لسه بدري. فتحاول ترجع تنام تاني، تلاقي عمال يجيب لك افكار من اليمين والشمال وافكار ملهاش اي علاقه ببعض ولا انت مهتم بيها، حتى الكلب بيستشعره شعره. لو السيناريو ده بيتكرر معاك كل يوم فللاسف انت بتعاني من الارق، وان كنت مش عاوز اقلقك بس لو انت بتعاني من المشكله دي ومستمره معاك لفترات طويله فانت للاسف عرضه لكتير جدا من المشاكل الخطيره اللي على راسها امراض القلب والشرايين والسكتات الدماغيه والامراض النفسيه. علشان كده مهم جدا ان احنا نتعرف ايه الاسباب اللي ممكن تسبب لنا الارق وازاي ان احنا نقدر نتغلب على المشكله دي بسهوله. كل اللي احنا هنعمله النهارده ان احنا هنحاول نشيل بعض العادات السيئه اللي ممكن تكون هي السبب في الارق بتاعنا، وهنحاول نحط بعض العادات الصحيه اللي ممكن تحل لنا المشكله دي ببساطه بدون ادويه وبدون حتى تدخل خارجي. كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك تكمل معايا الفيديو للاخر وتحاول تطبق الكلام اللي هنقوله في الفيديو، وان شاء الله المشكله هتتحل في اسرع وقت ممكن. بس لو دي اول مره تشوفني فاحنا هنا على قناه بتدردش بهدف نشر الوعي الطبي بالادله العلميه الموثوقه ومحاربه الدجل والنصب باسم الطب والمعلومات الطبيه الخاطئه المنتشره على السوشيال ميديا. فلو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصل فيديوهاتنا اول باول. انا محمد ياسر، طبيب بطن وعنايه مركزه ودردشه صحيه. مشاكل النوم كتيره جدا، ومن اشهر المشاكل دي هو الارق. والارق زي ما انت شفت في المقدمه كده هو صعوبه في النوم، سواء كانت المشكله بقى في بدايه النوم بمعنى انك مش قادر تبدا النوم اصلا، او كانت المشكله في انك تحافظ على النوم بمعنى انك ممكن تكون بتقوم كتير اثناء النوم وبتفضل فتره طويله لغايه ما ترجع تدخل في النوم تاني، او ان انت ما بتقدرش تكمل النوم للاخر. يعني مثلا كنت حاطط في دماغك انك تقوم الساعه 7 لقيت نفسك قايم الساعه 4 ومش قادر تنام تاني على الرغم من انك لسه مش بعتش من النوم. فسواء كانت المشكله عندك في البدايه او في المنتصف او في الاخر، فالمحصله واحده في النهايه، وهي انك ما اخدتش كفايتك من النوم ودايما تعبان ومجهد وعاوز تنام طول اليوم ومش قادر تركز لا في شغلك ولا في اي حاجه. كل الحاجات دي بنقول عليها الارق. ممكن الموضوع يكون عارض ويجيلك مره واحده كده من وقت للتاني، وممكن يكون الموضوع مستمر معاك. الارق المزمن هو لما الموضوع ده يتكرر معاك اكتر من 3 ايام في الاسبوع لمده اكتر من 3 اسابيع، ساعتها بيتقال عليك انك مريض ارق مزمن.
طيب هل مشكلة الأرق بتقتصر بس على ان انت دايما عاوز تنام ومش قادر تركز في شغلك؟ الإجابة لا. للأسف الموضوع لو استمر معك لفترات طويلة ممكن الموضوع يقلب ببعض الأمراض الخطيرة جدا، على رأسها أمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية والأمراض النفسية، زي انه ممكن يكون سبب في انه يخليك دايما متوتر وعصبي وقلقان وعندك اكتئاب كمان. ده زائد انه ممكن يتسبب في بعض الكوارث، لانه احيانا بيخليك تنام مرة واحدة فجأة اثناء النهار، وده ممكن يحصل وانت سايق عربيه او وانت ماشي على الطريق. طب يا ترى ايه اللي ممكن يكون السبب ومخليني مش قادر انام بشكل صحي؟ في بعض الناس بيجي لهم الارق ده نتيجه بعض التغيرات اللي بتحصل في جسمهم او في البيئه اللي حواليهم، بينما في بعض الناس بيكون عندهم الارق كمرض لوحده كده مفيش حاجه عملته. والحقيقه ان النوع ده ملوش سبب واضح لغايه دلوقتي، ولكن في بعض التفسيرات اللي بتقول ان هم جسمهم بيكون حساس شويه للكورتيزون، والكورتيزون هو هرمون النشاط. انتوا عارفين ان هرمونات النشاط وهرمونات النوم بتمر بمراحل كده على مدار اليوم. هرمونات النشاط بتكون في اعلى مستوياتها الصبح وبتقل على مدار اليوم لغاية ما توصل للساعة 12 بالليل، وكذلك برضو هرمونات النوم بتكون اعلى مستوياتها الساعة 12 بالليل وترجع تقل على مدار اليوم. فالناس اللي عندهم المشكلة دي وجدوا ان جسمهم بيكون حساس بزيادة للكورتيزون، لدرجة ان شوية الصغيرين اللي موجودين بالليل ممكن يصحوهم وما يخلوهمش عارفين يناموا. طب بالنسبة للناس اللي عندهم سبب، ايه ممكن يكون السبب؟ والله ممكن تكون عادات نومهم اصلا غلط، زي انه مثلا مش مظبط مواعيد نومه، بينام في اي وقت ويصحى في اي وقت، ممكن يكون مثلا بياخد قيلولة بالنهار كتير. الناس اللي بتشرب منبهات كتير زي الشاي والقهوة والتدخين، وكذلك الناس اللي بتاخد مثبطات زي الكحول وبعض الادوية المثبطة، الناس اللي بتعاني من بعض المشاكل الصحية زي مثلا الاضطرابات التنفسية، او الناس اللي عندهم فرط في نشاط الغدة الدرقية، او اللي عندهم الم بشكل عام، اي الم في الجسم مش هيخليك تعرف تنام. كذلك برضو بعض الناس اللي عندها مشاكل نفسية زي الاكتئاب والتوتر والقلق، الحاجات دي بتلخبط هرمون النوم. لخبطة بعض الهرمونات زي هرمونات الانوثة مثلا اللي بتقل بعد انقطاع الدورة الشهرية عند السيدات، دي برضو بتخليهم عندهم ارق. الضغوطات اليومية اللي بتحصل في حياتنا والاسترس اللي بنواجهه سواء بقى في العمل او في العلاقات، الحاجات دي برضو بتزود المشكلة وبتخلي الانسان عنده ارق. البيئة المحيطة اثناء النوم دي برضو بيكون ليها عامل كبير جدا على كفاءة النوم بتاعك، فلو انت في بيئة مثلا فيها دوشة كتير او فيها اضاءة عالية، فده برضو مش هيخليك تعرف تنام بشكل كويس. اللخبطة اللي بتحصل في مواعيد نومك زي مثلا انك تكون مسافر لفترات طويلة، او انك تكون بتشتغل فترة مسائية، او انك عمال تتقلب ما بين فترة مسائية وفترة صباحية وهكذا. زي كده. كذلك برضو لو انت مخلفة طفل جديد، او انت عندك طفل عمال يزن بالليل كل شوية وبيصحيك من النوم، فده برضو بيقلل من كفاءة نومك وبيخلي عندك ارق. للأسف كتير جدا من الناس اللي عندهم مشاكل في النوم بيلجأوا لانهم يحلوا مشكلتهم بنفسهم بدون الرجوع للطبيب، علشان كده كتير منهم هتلاقيهم بيلجأوا للكحوليات او مجموعة البنزودايازيبينز، او في شباب كتير بيلجأ للعادة السرية علشان بس يعرف ينام في رمضان. في رمضان. كذلك برضو في بعض الناس بتلجأ للمخدرات. واو احلى زفت. وطبعا انتوا لا يخفى عليكم ان الحاجات دي كلها ليها تأثيرها السلبي على صحتنا على المدى البعيد. علشان كده انا ان شاء الله دلوقتي هقولك على بعض الحاجات اللي تعملها تخليك تحسن من جودة نومك وهتخليك تنام بشكل افضل، ده في حالة لو ما كنتش مريض بمرض تاني محتاج تدخل طبي. اول حاجة لازم تعملها انك تثبت ميعاد للنوم والصحيان بتاعك، ولو مش قادر تثبت ميعاد للنوم ثبت ميعاد الصحيان والنوم هيتظبط لوحده. الحاجة التانية لازم تنام بالليل وتقوم بالنهار، زي ما قلت لك الموضوع معتمد على بعض الهرمونات وبعض التغيرات اللي بتحصل في جسمنا. في عندنا في جسمنا حاجة اسمها الساعة البيولوجية، الساعة البيولوجية دي هي حركة الليل والنهار اللي موجودة في كل خلية في جسمك. كل خلية في جسمك بيكون ليها تغير في النشاط بتاعها سواء احنا بالليل او بالنهار، بمعنى ان في بعض الخلايا الوظائف بتاعتها مش بتتم غير في النهار، او في بعض الخلايا الوظائف بتاعتها مش بتتم غير في الليل. على سبيل المثال هرمون النمو، هرمون النمو ما بيتفرزش غير بالليل واثناء النوم، فلو انت مش نايم بالليل فهرمون النمو هيبقى متأثر. علشان كده من الظلم البين جدا على اي طفل انه ما ينامش بالليل. فكذلك انت برضو لو غيرت النظام بتاعك وقلبت اليوم بتاعك خليت الليل نهار والنهار ليل، فده برضو بيأثر على بعض الهرمونات وعلى كفاءة بعض الخلايا اللي عندك، بما في ذلك ان هيكون عندك مشاكل في النوم ومش هتعرف تنام بشكل كويس. ممارسة الرياضة من الحاجات المهمة جدا والاساسية اللي بتخليك تنام بشكل كافي، وكمان بتحصل على جودة نوم كويسة. لكن برضو مهم جدا انك ما تعملش اي نشاط قبل النوم يخليك مصحصح ومركز زي مثلا الرياضة، فخلي الرياضة بتاعتك تبعد عن النوم بتاعك باكتر من 4 ساعات. كذلك نشاطك بشكل عام، بمعنى انك تكون شخص نشيط عمال بتشتغل وبتتحرك طول الوقت. كل ما كنت شخص كسول وما بتتحركش طول الوقت ده بيخلي كفاءة النوم عندك قليلة، وكمان بيزود انك تاخد قيلولات اثناء النهار فبيقلل برضو من النوم بتاع الليل فبيزود الارق.
حاول انك تخلي اوضه النوم مخصوص بس للنوم مش لاي حاجه تانية. يعني بلاش تحط فيها تلفزيون وكمبيوتر وموبايل وبوتاجاز وتقعد تطبخ فيها وتاكل فيها. انا بشوي الكفته في اوضه النوم. لا، حاول انك تخلي اوضه النوم للنوم بس، ما تدخلهاش الا وانت عاوز تنام، ويا ريت ما تروحهاش الا وانت عينك بتقفل وغالب عليك النوم، مش تروح انت تتحايل على النوم يجي. حاول انك تقلل من المنبهات زي الكافيين والتدخين، وخاصه قبل النوم باكتر من 6 ساعات. كذلك برضو الخمر والميسر ووقت البنات وافعال الجاهليه دي بلاش تعملها، لان هي هتزود الارق عندك. وحاول ما تروحش تنام وانت جعان، وبرضو ما تاكلش كتير قبل النوم، يعني حاول بس انك تكون شبعان مش اكتر. قلل الاضاءه على قد ما تقدر اثناء النوم، لان ده بيساعد على افراز هرمون النوم. كذلك برضو قلل اي مشتتات زي الضوضاء. لو انت في مكان مش قادر انك تمنع فيه الاضاءه والضوضاء، ممكن تستخدم غطاء للعين او سدادات الودن، هتساعدك كتير في الموضوع ده. ما تحاولش تنام بالعافيه، لو ما قدرتش تنام في خلال 20 دقيقه بس، قوم من السرير واطلع بره اوضه النوم، ولما يغلب عليك النوم مره تانية ارجع نام تاني. دايما حاول تخلي جنبك وانت نايم ورقه وقلم، بحيث لو في بعض الافكار اللي جات لك مهم وممكن تفيدك وهتطلع منها حاجه كويسه، ممكن تكتبها في الورقه دي. ده هيعمل حاجتين، الحاجه الاولانيه هيشيلها من دماغك، فبالتالي هيخليك تعرف تركز في النوم ومش هيخليك تقعد تفكر فيها كتير. الحاجه الثانيه هيحفظها لك، بحيث لما تصحى الصبح تقدر تقيمها وتشوف هل لو قابله للتنفيذ تنفذها وتبقى استفدت منها، لان كتير مننا بيجي له افكار مهمه جدا وعظيمه جدا اثناء النوم، ولو ما حفظهاش في ورقه خارجيه غالبا بينساها بعد ما يصحى. فحرام انك تضيع الافكار دي في الهواء، في حين ان انت تقدر تستغلها وتقدر تعمل منها حاجه كويسه. حاول انك تركز في النوم بقدر المستطاع، انت داخل عشان تنام مش عشان حاجه تانية. فلو جاتلك بعض الافكار اللي انت ممكن تعملها الصبح، حاول انك تقول لمخك كده بكره، خلينا نفكر في الموضوع ده بكره. ولو زي ما قلت لك هي حاجه مهمه، اكتبها في الورقه وفكر فيها بكره، لكن حاول انك توقف التفكير فيها في الوقت ده، وركز بس في النوم مش اكتر. يا ريت تعرض نفسك لاشعه الشمس كل يوم على الاقل نص ساعه، علشان تظبط الساعه البيولوجيه بتاعتك. الساعه البيولوجيه بتاعتك بمجرد ما تتظبط هتظبط لك النوم بالليل والصحيان بالنهار. طب هتظبطها ازاي؟ عرض نفسك لاشعه الشمس كل يوم على الاقل نص ساعه. اضاءه الشمس لما بتقع على العين هي اللي بتظبط الساعه البيولوجيه بتاعتك، فبالتالي جسمك بيعرف الليل من النهار وبيحاول يظبط لك الدنيا بتاعتك. حاول انك تقلل من ادويه البرد والمسكنات اللي انت بتشتريها عمال على بطال من الصيدليه بدون الرجوع للطبيب، لان كتير منهم بيكون في بعض المواد اللي بتلعب على موضوع النوم والهرمونات بتاعه النوم دي. اما لو انت ماشي بقى على ادويه زي الاكتئاب والربو والضغط اللي ممكن يكونوا سبب للمشكله دي، فانت لازم ترجع للدكتور بتاعك وتحاول تظبط معاه الادويه بتاعتك. برضو ممكن تشرب لبن بالليل او اي حاجه فيها كالسيوم، لان زي ما قلت لك قبل كده ان الكالسيوم بيساعد على الاسترخاء. وابعد برضو بالليل عن الحاجات اللي فيها بوتاسيوم كتير زي الليمون مثلا، لان البوتاسيوم بيساعد على استثارة الخلايا العصبية شوية. فالاكلات اللي فيها كالسيوم ممكن تساعدك على النوم، والاكلات اللي فيها بوتاسيوم ممكن تساعدك على الفوقان شوية. طب امتى بقى هيكون الارق خطير ومحتاج انك تروح للدكتور؟ والله لو كانت المشكله دي عندك لفتره قصيره من اسبوع لاسبوعين وما كانش عندك بعض العلامات التحذيريه، فانت كل اللي هتحتاجه غالبا انك تظبط النوم بتاعك والعادات بتاعتك اللي انا قلت لك عليها من شويه. انما لو الموضوع زاد عن كده او كان عندك بعض العلامات التحذيريه اللي هقول لك عليها دلوقتي، فانت محتاج انك تروح لاقرب دكتور في اسرع وقت ممكن. طب ايه بقى هي العلامات التحذيريه دي، او العلامات اللي بمثابه انذار خطوره اللي هتقول لي لا لازم تروح للدكتور دلوقتي؟ والله لو حصل لك نوم عفوي اثناء القيام بحاجه خطيره زي السواقه مثلا، او حصل لك نوم عفوي بدون سابق انذار، فساعتها لا ما ينفعش تسكت على نفسك اكتر من كده ولازم تتوجه للدكتور. كذلك برضو لو حصل لك انقطاع في النفس اثناء النوم، او صحيت مثلا على شهيق مفاجئ او اختناق، واللي هيلاحظ ده اكتر الناس اللي عايشه معاك في الغرفه او بتشوفك وانت نايم. ايضا لو ظهر بعض اعمال العنف زي ان الشخص مثلا يأذي نفسه او يأذي بعض الناس، المشي برضو اثناء النوم دي برضو من الحاجات اللي تستوجب ان انت تروح للدكتور بتاعك. لا كده خطر يا كبير. وطبعا لو حصل لك مشاكل في القلب او الرئه او بعض الهجمات من الضعف العضلي، او لو حصلت لك سكته دماغيه في الفتره الاخيره، او جالك سكر وضغط وانت مثلا لسه شاب صغير ومش معروف سبب ايه، فمن الحاجات المهمه اللي احنا لازم ندور عليها هل الشخص ده بينام كويس ولا لا، وهل بينقطع نفسه اثناء النوم ولا لا. لازم يتعمل دراسه للنوم بتاعك، لان من الاسباب المهمه جدا جدا للضغط والسكر واللي احيانا كتير بنغفل عنها هي انقطاع النفس اثناء النوم. فمن الحاجات المهمه اللي لازم تتعمل لو انت تشخصت انك مريض ضغط او سكر، لازم تعمل دراسه للنوم بتاعك علشان تشوف هل في اضطرابات في النوم بتاعك ولا لا. لانك لو عندك مشكله في النوم بتاعك وبمجرد بس ما بتظبطها فضغطك وسكرك بيتظبطوا، كذلك برضه ما بتدخلش في مضاعفات القلب والسكتات الدماغيه زي ما قلت لك من شويه. طيب لما هتروح للدكتور بتاعك ايه اللي هيعمله معاك؟ اولا لازم يفحصك الاول ويشوف اذا كان عندك مشاكل مرضيه تانية ممكن تكون هي السبب ولا لا. كذلك برضه هيسالك بعض الاسئله اللي ليها علاقه بنمط النوم بتاعك او شكله عامل ازاي،
كذلك برضو العادات اللي بتكون قبل النوم بتاعك. ايضا هيسألك بتاخد ادوية ولا لا، لان زي ما قلت لك ان في بعض الادوية هي اللي بتكون السبب في موضوع الارق ده. كذلك برضو هيسألك على بعض المواد التانية زي الكافيين والتدخين والكحول، هل انت مستمر على حاجة من الحاجات دي. برضو هيسألك على مستوى النشاط البدني بتاعك، يعني انت بتعمل انشطة خلال اليوم ولا لا. كذلك برضو هيسألك على التاريخ المرضي بتاعك، هل انت بتعاني من اي امراض تانية ولا لا. وبرضو هيشوف اذا كنت بتعاني من مشكلة نفسية ممكن تكون هي السبب ولا لا. وممكن يطلب منك سجل مفصل لنومك، هتسجل فيه بشكل مفصل عادات النوم بتاعتك، بتنام امتى وبتصحى امتى، وهل بتقوم بالليل ولا لا، وبتقوم قد ايه وبتنام بعد قد ايه، وهل بتنام خلال النهار ولا لا، بتنام كم مرة وبتنام كم ساعة، هل بتاكل بالليل ولا بتاكل بالنهار، ولا بتلعب رياضة، ولا كل الحاجات دي هتسجلها والدكتور هيطلبها منك علشان يقيم العادات السيئة اللي انت ممكن تكون بتعملها وتكون السبب في موضوع الارق ده. طبعا مش محتاج اقول لك ان لو الحاجات اللي انا قلت لك عليها من شوية دي ما جابتش معاك نتيجة، فانت مضطر انك تروح للدكتور علشان يشوف هل في سبب ولا لا، وعلشان ممكن هو بقى يلجأ لبعض الادوية اللي تساعدك. وللأسف الادوية اللي بتلعب على موضوع النوم واليقظة دي بيكون ليها بعض الاثار الجانبية الخطيرة جدا، علشان كده لازم تكون تحت اشراف طبي. وعلشان كده برضو هتلاقي الدكاترة مش بتحب انها تستمر عليها فترات طويلة، هي بتديها لك بس في الاول كده علشان تساعدك لغاية ما تزبط لك المشكلة الاساسية وبعدين توقف. فعلشان كده يا ريت بلاش تاخد اي ادوية من نفسك، او تسمع كلام اي حد موجود على السوشيال ميديا ويقول لك خد الدواء ده ما فيش منه مشكلة او ما بلوش اثار جانبية، كل ده كلام فاضي. اعمل بس الحاجات اللي انا قلت لك عليها من شوية دي، وخلي موضوع الدواء ده للدكتور بتاعك مش لاي حد تاني. ارجو ان الحلقه دي تكون افادتكم ولو بجزء بسيط، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت. انا محمد ياسر، ودي كانت دردشه صحيه.